الان كنتواجدوا بسنتر بن عمر المعارف اللي هو بالاخص هذه الايام هذه ديال كورونا اللي حبست كاع الانشطه والتظاهرات الثقافيه ولا الفنيه. ودابا بغينا بان كاين واحد التواصل ديال هذا لو صالون ديال بان ما نقارضش راه باقي بالاخص الاتات، لان بقوه البحث اللي داروا هاد المهنيين وهذه لقينا كاين حتى ثقافه عبريه يهوديه مغربيه محضه اللي كاينه بالاخص في النواحي ديال الجنوب وديال سميتو وديال الشمال. وحاجه اخرى عاوتاني اللي مهمه وهو هذا الصالون هذا كيتلاقاو فيه كاع مهنيين ديال هاد الثقافه هذه الا وهي ثقافه الاتات النادره والعتيقه والطوابع البريديه والمسكوكات اللي كيجيو من جميع انحاء المغرب. المهنيين كيتبادلوا بعضياتهم بعض سميتو وحتى عشاق الزبائن اللي كيجيو هنا عشاق هاد سميتو هاد الاتات اللي كاينه هنايا. حاجه اخرى كاين واحد المجوهرات اللي لقينا فيها واحد المهنه مدققه مزيان في سيرتو في هادشي ديال المجوهرات البربريه، لان انا بالاخص كمنظم ورئيس هذه لاحظت بان كاين شي حوايج اللي كانوا غابرين عليا وتعلمتهم من هاد الصالون هذا. والحمد لله احنا مازال دابا احنا في سنتر بن عمر اللي عندنا فيه شهر وممكن غزيد واحد الشهر الى اخر سنه 2021، وكنتنقلوا ما بين من هنا ان شاء الله. نجحنا في هذا اللي قلنا كاين واحد الاهتمام كثير لهذا المعرض هذا. وحاجه اخرى اللي نسيتها هي اللوحات التشكيليه، عندنا لوحات تشكيليه يا سلام، زعما الناس كلهم كاينين. لقيت بان الناس المغاربه بالاخص كيهتموا بهاد اللوحات التشكيليه. انا وحاجه اخرى لان ما غيبقاش غير في الدار البيضاء، لان هاد المعرض هذا غادي يتنقل في النواحي من طنجه للقويره، واللي غادي نشوفوا على الاقل نديروا كل بحال دي سيزوني في الشتاء الصيف الخريف الربيع كل مره غتكون في واحد الجهه باش نشجعوا هاد الثقافه هذه الا وهي ثقافه غيترو اللي كترجعنا لواحد الحقبه الوراء، ومنها حتى الاطفال منها كيجيو هنا كيتعلموا التاريخ ديال المغرب غير من هذا المعرض هذا.